يخضع الى رقابه امنيه عاليه ومشدده، بحيث مش كل واحد يحك راسه ينجم يدخل للسجون، وينجم يدخل خاصه للسجون معناها في الليل. اثنين، انه زياره المساجين هي خاضعه لقانون، ودخول الوحدات السجنيه المعنيه يخضع للمراقبه بالكاميرا وهي عمليه موثقه، وبالتالي اي مراقبه، اي اعاده بحث، اي اعاده معناها اي اعاده بحث في القضايا هذه، الاداره نتاع السجون والاصلاح عندها من الحجيه ومن القانونيه ومن الاجهزه الرقابيه التي بمقتضاها تستطيع ان تثبت لكل جهه باحثه وللراي العام بطبيعه الحال مدى الكذب والزور والبهتان الذي تعمدته السيده المذكوره. ثم نحن نعتبر انه حتى الاذن اللي قامت به السيده وزيره العدل بفتح بحث تحقيقي هذا مهم جدا بالنسبه للراي العام وبالنسبه لكتله حركه النهضه، لانه هذايا باش يحطنا امام الحقيقه الواقعيه لهذه السيده ولادائها الذي كما قلت يتعمد الكذب والافتراء ويتعمد الزور ويتعمد العمل بالطرق السياسيه بهذه الوسائل الدنيئه اللي الحقيقه نعتبروها في حركه النهضه اللي قامت به السيده عبير موسي خطير. علاش خطير؟ لانه الحاجه الخصومه السياسيه ما يلزمش، والمنافسه السياسيه ما يلزمش تقود الى قلب الحقائق والى الادعاء والى نشر الاباطيل، لانه العمل السياسي ديما عنده اخلاقياته، واللي قامت به السيده عبير موسي خارج الاخلاقيات السياسيه العامه، واللي قامت به السيده عبير موسي الخطوره نتاعو متاتيه ايضا من انه يشكك ويضرب مصداقيه ونزاهه ومسؤوليه مؤسسه السجون والاصلاح، فضلا عن المؤسسه الامنيه، فضلا عن مؤسسات الدوله، فضلا عن الزج بمؤسسات الدوله في الصراعات والتجاذبات السياسيه، وهذا امر على غايه، وهذا امر على غايه من الخطوره. السيده عبير موسي تتعاطى مع الاوضاع في البلاد ضمن سياسه تبحث عن ترذيل المؤسسه الدستوريه، لانها جايه من منظومه لا تؤمن بالثوره، لا تؤمن بالديمقراطيه، تعتبر ان كل ما انجزه الشعب التونسي بعد 2011 في مجال الحريات والحقوق وبناء المؤسسات الدستوريه وبناء النظام السياسي الديمقراطي تعتبره من الخراب اللي جات به الثوره، ولذلك المسار نتاعها في داخل مجلس نواب الشعب هو مسار ترذيلي لعمل هذه المؤسسه ولكل مكونات مجلس نواب الشعب. سياسه تشكك في مؤسسات الدوله، في مكاسبها وفي العمل السياسي اصلا. العمل اللي قامت به هي اول من يعرف انه اللي نشرته هو الكذب بعينه. هي اول من يعرف انه اللي قامت به الغايه منه بالاساس هو الادعاء على خصم سياسي فشلت في معناها الصراحه معه السياسي، ولذلك تتعمد كما قلنا الكذب وتتعمد الافتراء. نحن نتحداها من هذا الموقع انه تقدم الحج وتقدم البرهان وتقدم الدليل على ما تحدثت به، لانه الاحزاب لا تبني موقفها على حجج واهيه وضعيفه. نحن نقول ايضا من هذا المنبر الاعلامي والاتصالي لكل ابناء شعبنا انه نواب الشعب يتلقاو عشرات بل مئات الرسائل، وان تتلقى رساله من جهه مجهوله لا يمكن ان تكون هذه الرساله حجه على خصومك السياسيين، ولا يمكن ايضا انه الرساله هذه اللي هي مصدرها مجهول تولي معناها مصدر للاعلام وتولي ايضا موضوع للندوات الصحفيه. لو كان الامر على هذه الشاكله وعلى هذا الشكل لاصبحت هذه الرسائل التي تصلنا من مجلس معناها في داخل مجلس نواب الشعب موضوع للحديث وموضوع للسجال وموضوع ايضا لاتهام الخصوم السياسيين. احنا من هذا الموقع نحب نحيي كل اطارات واعوان المؤسسه الامنيه ومؤسسه العدل واعوان السجون والاصلاح على الدور الريادي اللي قاعدين يقوموا به خدمة للأمن الجمهوري، خدمة للعدالة أيضا المستقلة اللي ما تعملش بالتعليمات،
وخدمة أيضا للأمن والمؤسسة العسكرية الجمهورية اللي يحبوها تكون بعيدة عن كل التجاذبات السياسية، واللي يحبوها تكون أيضا في خدمة جماهير شعبنا وفي خدمة التونسيين والتونسيات. طالبين أيضا التعجيل بالتحقيق في هذا الموضوع، لأن هذه المسألة بالذات احنا مش نشدوا فيها في حركة النهضة وفي كتلة حركة النهضة، لأنه هي دليل مادي حقيقي على نهج تتعمد عبير موسي في الكذب والافتراء على خصومها السياسيين، ولذلك طالبين التعجيل بالتحقيق في هذه المسألة وكشف التحقيق للرأي العام، حتى يعرف اللي يستخدم هذه الوسائل وهذه الأساليب أنه الـ 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 الأمر هذا لا يمكن أن يمر دون إقامة الحجة عليه ودون أيضا معناه تحمل المسؤولية. ما قامت به سيدة عبير موسي تتحمل فيه مسؤولية حقيقية، ويمكن بالنسبة لنا في حركة النهضة أن نمضي إلى مسؤولية قضائية في إطار فتح قضية تقيمها الحركة بالإدعاء بالباطل، وربما حتى التحريض بعضنا البعض والتحريض بعضنا بعض وتحريض جماهير شعبنا على الكراهية. أنا نقول ختاما قبل ما نختم هذه النقطة الإعلامية أنه اللي يورث المسار متاع 7 نوفمبر واللي يعتبر روحه الوريث الشرعي للوجه الكريه البشع لمنظومة الاستبداد، واللي يتعمد يدافع على منظومة الاستبداد بكل الطرق وبكل الوسائل، ما نستغربوش منهم مثل هذه الوسائل، لأنه هم كانوا يتعمدوا تيلة أكثر من 23 سنة يتعمدوا باش المؤسسات الدولة يوجهوها ضد خصومهم السياسيين، وكانوا يعتبروا المؤسسات متاع الدولة ملك لهم، معناها يوجهوه فين يحبوا، ويتعمدوا باش المؤسسات هذية معناها يوظفوها في الاتجاه اللي يحبوا. احنا نقول لكل هؤلاء ولمن يمثلهم ولمن يحمل واجهتهم السياسية اليوم أن تونس قطعت مع كل هذه الممارسات النوفمبرية. تونس جديدة، تونس الثورة اللي فيها المؤسسات جمهورية، فيها أمن جمهوري، فيها عدالة مستقلة، فيها جيش جمهوري بعيد عن كل التجاذبات السياسية. ولذلك من هذا المنبر ندعو إلى أن يقع الإبعاد وعدم الزج بمؤسسات الدولة في الصراعات السياسية، لأن تونس الثورة، تونس النظام الديمقراطي، تونس الديمقراطية الجديدة التي نريدها لشعبنا لا يمكن أن يتعمد أي طرف سياسي الزج بها في مثل هذه الصراعات وفي مثل هذه الكذب. نحن طالبين كما قلنا التعجيل بكشف التحقيق اللي فتحته وزارة العدل، وإن شاء الله عنا الإجراءات اللي مش نقوموا بها تجاه ما قامت به سيدة عبير موسي من اتهام لحركة النهضة وكتلة حركة النهضة ونواب حركة النهضة اللي هم باش يبقاو في خدمة جماهير شعبنا وفي خدمة شعبنا من أجل العدالة والحرية والكرم. شكرا. تمام. تفضل. النقطة الإضافية هي تحدثت على عملية فرز المشهد السياسي انطلاقا من موضوع اللائحة اللي قامت بها. بداية هل تم تحديد موعد الجلسة بالنسبة للائحة؟ مسألة الفرز هل ندخل في أي صيف ساخن وحالة استقطاب ومدى أحقية هذا الموضوع؟ ربما بالرهانات اللي ماشيت لها البلاد اليوم نحكي على حالة تقارب الإفلاس. شكرا، تحية إلى كل السادة الصحفيين وإلى كل الزملاء الحاضرين. الغاية الأساسية من النقطة الإعلامية هو الحقيقة رد على كذب وافتراءات كما قال كان يقدم زميلي، وأنه اليوم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب عندما تناقش القانون، مشروع القانون متعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي اللي نعتبره في كتلة حركة النهضة هي البوصلة الحقيقية لعمل مجلس نواب الشعب، وما عدا ذلك من تشويش على أعمال مجلس نواب الشعب، مع احترامنا للذين يقدمون لوائح لها مبنى ولها موضوع يمكن يكون عنده علاقة بطلبات التوانسة، ونحن خارجين من جائحة كورونا نقولوا هذه البوصلة. الحديث على اللوائح هو إغراق لعمل المجلس، هو توجيه لبوصلة عمل المجلس، ولا أعتقد أنه من حيث أولا القيمة القانونية لهذه اللوائح ودون المرور على المواضيع متاحة أنه هذا باش يقدم بالشعب التونسي وباش يلقى أجوبة وحلول للعاطلين على العمل للمؤسسات الآن اللي هي
تضررت من الجائحة وللمشاكل الاقتصادية ولموارد الدولة ولميزانية الدولة، ونحن الآن مقبلون على يكون عندنا قانون تكميلي للميزانية. نعتقد أنه الآن أهم شيء هو كيف نعدل أعمال مجلس نواب الشعب لتتماشى وتتناغم مع الطلبات الحقيقية للشعب التونسي والمواطن التونسي. اثنين، أهم حاجة في النقطة الإعلامية هذه هو الرد، لأنه كتلة حركة النهضة لم تتعود الرد على الأكاذيب والأباطيل، رغم علمها بأن كل ما يقدم من هذه الكتلة ومن رئيستها هو كذب وافتراء. ولكن الأهمية في جوابنا هو أنه تم إقحام مؤسسة عندها علاقة بأمن التوانسة، وهو أنه وقت التوانسة يعرفوا اللي شريحة من المساجين السياسيين الإرهابيين موضوعين في سجن، في سجن المرناقية ولا في سجن برج العامري، وأنه فما نواب معناها يزورون هؤلاء، راهو هنا يمس بالأمن متاع التوانسة ويمس بثقتهم بهذه المؤسسة الأمنية. لذلك نحن نأكد على أنه لا يمكن أن نقبل بعد جواب رسمي من هذه المؤسسة اللي هي جاوبت اللي هذا كذب وافتراء، وأنه فما قانون عدد 52 لنظام السجون ينظم عملية الخروج وعملية الدخول. يعني احنا قلنا راهو هذايا يستهدف مش كتلة حركة النهضة ولا نوابها، وإنما يستهدف علاقة الشعب وثيقته في هذه المؤسسة الأمنية اللي انخرطت في عملية الإصلاح، واللي ما زالت الكتلة هذه وما زالت رئيستها تحلم بالاستبداد وما تؤمنش لا بالثورة ولا بالدستور. ولكن هذه المؤسسات الأمنية نحييها ونعتبرها انخرطت في عملية الإصلاح وانخرطت في عملية الثورة، ولا يمكن أن نسمح بأن البناء الثقة هذه بين المواطنين والتوانسة وبين يعني هذه المؤسسات أنه يجي كذب وافتراء من أجل التشكيك في هذه المؤسسات، مؤسسات الدولة. وشكرا سيدي، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، مشكورين.